طاجن دجاج او بايركس او صينيه بالعدس بجبه. عدس بدجاج وفرخه متقطعه وبصل وتوم وكرات وكرفس وزعتر كمون بهارات جوز الطيب ملح وفلفل طماطم مفرومه صوص طماطم وشطه او هريسه. طيب هي الحاجه الوحيده المحيراني هنعملها في الميه ولا في الزيت ولا في السمنه ولا في الزبده ولا ده ولا ده ولا ده. طيب ما علينا، هو احسن حاجه عندنا دلوقتي زيت الزيتون. ده الملح اللي احنا هنحطه على الفرخه، ده ملح بتاعي، وادي التشيكنايه بتاعتي. بنشيل القفص الصدري كده، ده الفراخ بتاعتي. شفت يا جميل؟ دي بدون اي اضافات ولسه ني، انا بعملها شخصية كده. بعد كده انزل بالبصل وادي التوم. معايا يا سيدي ونعم بالله، ادي حته الزبده جدعانه. كرفس، كرات، زعتر، دي البهارات بتاعتي، كمون، جوز الطيب، وادي الفراخ بتاعتي. عايزها تنشف طبعا، هنديناها الملح، تاخد بس فلفل. ادي الهريسه، هي سبايسي. ادي طماطم بوريه، وادي طماطم فريش. عندي العدس بتاعي مسلوق، خليها تغلي مع بعضيها وبعدين نديها شوية مية. اجيب بقى الطاجن، اهو ده نخش بالفرن. حبيبي يا رسول الله،